سواء مصالح معارف ايا كان المسمى، مع انه كان في لجنه تحكيم وفي تصويت. زين يعني زين انه في مهرجان قاعد يذكر الفنانين الشباب، هذا اكيد شيء انه قاعد يتم فيهم. ليش ما لا خذوا ناس وناس وكذا واخذ انتقادات واخذ إيه بس تجريح. انا اقول لك الحين احنا لما مثلا نطالع انه بدال ما نقول اوكي صح كلمتك انه زين انه على الاقل في برنامج قاعد يكرم الفنانين ومن هالحكي، بس بنفس الوقت اللي قاعد نطالع ان البرنامج هم سلبيته اكبر من ايجابيته. مثل اللي هي مثل الحين مثلا مذيعه من المذيعات تتعب وتقدم بكل رقي عملها برمضان، اتي مذيعه ثانيه تسجيل الطينه على قولتك ما تعرف تقدم، ما لها نهائيا بالكاريزما على التلفزيون. اقول لك وين المشكله؟ تاخذ الجائزه. هو صح انه في مهرجان يكرم بس بنفس الوقت ظلم ناس. ما ظلم ناس، الكلام ارد فيه على اخوي نواف. زين راي الناس. زين مثل الحين تحط نايف البشايره، نكون واقعيين زين، وتجيب شوجي تصويت ولا حد بيعبرني. بس نايف ما يخالف، في شيء اسمه نجوميه الشخص. هو مو هو اللي اختار، انا ما اقدر اتكلم بلسانهم يعني. انا اعتذر حق اخوي نايف الشمري، انا بس انا اتكلم براي الاخر. زين ان ليش دائما احنا سلبيين؟ يعني احنا في تصويت. زين انا معاك في وايد ناس يستحقون وا 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 وا. في وايد يعني اشخاص، بس في شيء اسمه ليش يقولك المسرح يجيب لي نجم شباك مع ان فلان طول السنه اعمال وستين عمل وا 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 وا، يجيب لك فنان شاب مع احترام للنجوم الكبار ها المسرح ما يقايشون ما يطقونها مع النجوم الشباب. لان في نجوم الشباب انا نجوم كبار والله ثقل وزن ما يطقها مع محمود بوشهري ولا عبد الله بوشهري الفنانين الزملاء امسي عليهم ولا شجون، ما يطقها وياهم. نجم شباك في فرق بين نجم شباك جمهور يحبه، جمهور مستعد يدفع التذكره توصل ل 20 دينار اطفال ها اطفال سطر اول توصل 20 دينار وين قاعدين. زين جمهور في فرق، ناس يحبون هالشخص هذا. عشان شي تشوف ربعنا يرفعون حق بعض في البرودكاست شويه في البدبي افضل نايف. برنامج وانا مكسر الدنيا انا قاعد اشوف يعني انا قاعد اشوف اراء الناس اوكي يعني اراء الناس كذا مو هو اللي اختارهم مو هو لا لحظه كذا مكان كذا يعني حتى بالصحف بالفيسبوك بتويتر الناس قاعده تنتقد المهرجان انه شلون مثلا فلان فاز شلون فلان فاز. انزين لو كانت اراء الناس ليش كل هال ليش كل هال اللي قاعد ينتقد منه على بعض الناس اللي قاعد ينتقد منه زملائنا احنا وزملائنا سواء فنانين او صحفيين. لا لا الانتقاد أنا الانتقاد اللي وصلني ما كان من الوسط الفني، كان من الناس. هو التصويت هو اساسا واحد. في لجنه تحكيم وفي تصويت كم واحد. لو تدش على الفيسبوك لو تدش على التويتر بالالاف نايف بالالاف ليش ما صوتوا حق ربعهم عيال؟ وين صوتوا؟ ليش ما اكيد هم قاعدين انا ما اقدر اتكلم. شوف انا شوف هذا هذا دخل انا وايد في المهرجان لا تدخلوني هذا انا احد المكرمين في المهرجان اشكرهم زين وخطوه وبادره طيبه ان في ناس قاعد تذكر الفنانين قاعد تدعمهم زين. في اشياء ثانيه تسالون مدير المهرجان احنا معاك احنا معاك باللي قاعد تقوله بس خلينا يعني نتكلم صراحه. انت توك شنو قلت؟ قلت مقارنة بينك وبين الفنانة شوجي. أنا أعطيك على سبيل المثال. على سبيل المثال يعني أوكي يعني الحين أنا يعني أناقشك نجيب أكيد إيمان نجم الإعلامية المخضرمة المتحدثة مثقفة أنزين المثقفة ومع عبير وزان الإعلامية الحبوبة الجديدة. أنزين أنت كونك كمتابع برنامجين تقريبا هما كانوا اللي هو سارة الليل خلنا نفترض أنت مو من الوسط الفني خلنا نفترض هي مع أسيستنت محمد طاحون وهني مع ضيوف أو تكون ساعات بروحها متحدثه لبقه كل شيء عندها اللي هي ايمان نجم. اقول لك شيء زين شلون خل اعطيك شغله تدري الجمهور شنو يحب؟ شنو يحب؟ شوف في مذيع واو فلتر ومكسر الدنيا وحلو وامور وكذا وفي ممثل توه طالع شوي. تدري الجمهور يحب الممثل اكثر من المذيع. كاريزما الممثل عند المشاهدين تاثيرها جبار يعني. شوف انتم يعني على العين والراس قاعد تقدمون وكذا 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 بالضبط صح كلامك. في عندك نجوميه في متابعين اطلع في عمل واحد مسلسل اطلع في مسلسل واحد اوف شنو هذا صح. الفنان لما يمثل يعني الناس تحب التمثيل الجمهور غير يعني يعيشون يعني خلاص يتفاعلون مع شخصيه هالفنان او الممثل ويتعايشون معه وينحب كذا كذا غير المذيع تكون في له نجوميه بس الممثل يعني لا تأثير خاص عند المشاهدين. عشان شيء أرد وأقول لك يعني إحنا مع احترام للكل سواء زملاء كتاب صحفيين نقاد يعني أتمنى لما ينتقد يكون عارف شو قاعد ينتقد. يعني أنا واحد من الناس انتقدني قال لي نايف لا تعتقد
طابتي خليجي في القاهرة، لا تعتقد أن تكسرت الدنيا ولا برنامجك حقق النجاح. والله انت والله هو ما قال شيء يعني يعني انا كلام السيح اقوله بلا استهبال وبلا تعتقد نفسك خفيف، انت ما ادري شنو وما ادري شنو ما شنو. يعني انت كصحفي انتقدني ما عندي مشكله، بس ارتقي في حوارك، ليش استهبال وقله ادب؟ يعني هذه هي الحريه ان انا اغلط على الاخرين؟ لا مو زين. طب يوم انه ما حقق نجاح انت كاتب عنه ليش؟ لانه هو لافت نظر البرنامج. لا عرفت انت متعب روحك وماخذ مساحه من الصفحه وحاط صورتي مكشخني يلا دعايه على قولتهم سوالف كاتب عني ليش؟ يعني كاتب عني ليش؟ ليش ما انه تطلع السلبيات؟ والله يعطيك العافيه وكذا وكذا وكذا، بس يفضل انه كذا وكذا. في فن الحوار، فن التواصل، للاسف احنا البعض يفتقد لاسلوب المفرده انه شلون يتكلم. يعني بدال لا تكسبني عدو اكسبني صديق يا اخي. زين استاذ نايف، نايف اي صح نايف سوري نسيت اندمجت شفت الاعداد مخفتر هي مسكينه تقول لي تحضر لانها ما انزين ابي اكلمك على الدعايه اللي هي مالت ابيات. طبعا في ناس وايد شاكين ومشاكين نفس ما اول ما وصلت محمد قاعد يقول لك انت الدعايه انت الدعايه. لا اوه انا قلت لكم انا ما انا مو قصدي شيء، انا اشوف ان الدعايه وايد انشهرت. انت شايف سوري بس الكلمه الضغط اللي قاعد يصير بالبي بي ام والواتساب على الدعايه، هل شفت هذا الشيء حقق نجاح حق الدعايه؟ انا وجهه نظري شفت يعني عرفت الدعايه من اللي وصلني بالبرودكاست. شو اقولك هذا يسمونه ذكاء مخرج ميديا، ذكاء نفسه اللي كاتب الستوري بورد نفسه او المخرج او فريق العمل. انا ايضا في اوجه تحيه لشركه كافيار والمخرج هيثم الحجي كمخرج عمل واشتغلت معاهم اسيستنت دايركتور في هالعمل وممثل. هو الهدف من الدعايه انه بيوصلون ان الشركه الفلانيه هي عندها المنتج هذا والمنتج هذا مو مهم. زين ورده الفعل اللي قاعد تصير بالعكس الناس انا قامت تطلع نكت على الموضوع وكذا وكذا، فهذا دل إن الرساله وصلت. في 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 وايد دعايات زين عادي مره تمر بالكلام، يمكن طول رمضان يمكن دعايتين ثلاثه اللي اثروا. لاحظت ان الشيء اللي تتعب عليه تو انت قلته انا اشوف صح، الشيء اللي تتعب عليه ما يمكن ما حد يدري عنه، تتعب من قلبه، يمكن ما تنام وتسهر عشان تشتغل عليه. دعاية على قولتك صارت بساعتين بنص يوم مع انه شوفها ما قاطع كلامك. يعني نزلت متى دعاية؟ نزلت بنص رمضان، ما نزلت في السيزون الاول. اي توهم مصورينها يعني شوف ما كمل لها اسبوع دعاية، ما صار لها اسبوع بعد 10 ايام رمضان سوت لويا ابيات معروف. ايه هذا الجزء اللي نتكلم عنه نزل البارت الثاني نزل في نص رمضان، يعني في اقل من 10 ايام الديره خلاص. إيه امشي انا مسجات بنفسجي ما ادري شنو. إيه لان ابيات معروف انه بالويل بيبر كلنا نعرف ابيات، نروح نشتري ويل بيبر من ابيات، نبي نشتري ويل بيبر. الدعايه هذه شنو سوت خلت الناس كلها تدري انه في والله اثاث فيها كبير. فيها اشياء. ليش اقول هني المعد الناس اللي تكتب الناس اللي تحضر تفكر شلون انا احضر الماده، شلون انا اكتب الماده، شلون كذا. يعني هي 30 ثانيه بس هالثلاثين شلون انا اخليها تاثر في الناس بدال لا انه اخسر ناس خليني اكسبهم. بدال لا الاخ يكتب واستعباط واستهبال وكلام ماخوذ خيره. زين اضغطني مو مشكله، بس اضغط بذوق، اضغط برقي، اضغط باحترام. زين وتشوفهم نفسهم نفس هذا اللي ضاغطني يمجد ناس، يعني منو هو فلان يعني تمجيد، يعني واحده قاعد تتدرب عندنا يمرون عليه بين فتره مذيعات ندربهم تريننج وكذا ففترة من الفترات يا بولي ذيعة تحب هالسؤال بدري زين وتتدرب الأخت للحين ما طلعت للحين ما وافقوا أنها تصير مذيعة يعني بس إنه تدريب ما بقت مجلة إلا صارت عليها غلاف ما بقى لقاء بدون ذكر أسماء إذا عرفت ما بقى لقاء تلفزيوني زين إلا طلعت فيه بعدين بعد الهوى اقول بعد الهوى ما بقى الا لقاء تلفزيون طلعت فيه ما لا 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 ما يصير اعلم لا بدي اعلم انت تحب تطلع علي شغله الحين انا اطلع لك شغله هي مذيعه ما صارت للحين لا اقول لك مو اقول لك فتره مرت علي واحده ايه؟ تتدرب اسبوعين واللقاءات تلفزيونيه ولقاءات على الجرائد زين ليش يسوي كذا الحين انا صار لي 16 سنه ولا 12 سنه من 96 لهم هذا زين يعني في ناس ما يعرف نايف شنو اصلا حسبانهم بس ممثل ما يدري انا شنو شهاداتي ولا شنو خلفيتي ولا شنو قدمت زين يعني ما يدري انا مع منو مثلت ولا مع منو وقفت ولا امام منو يعني تي بيوم للحين ما طلعت زين تعتقد نايف ان العصر النسائي لا يعني لا بش اكثر من الرجل هذا يسمونه اذا عندكم تشفير على الهواء يسمونه هوس اللحم الابيض هوس اللحم الابيض
هذه نفس قصدي دعايه مولدي صح؟ هذه اللي قالها باحدى الصحف لما نسوى معاه مقابله. نايف تهجم على المنتجين بشكل كبير زين، وبين الكلام انا قريت انه تكلم عن اللحم الابيض سمك. شوف رمضان واللبيب والاشاره يفهموه. انت لو تلاحظ مسلسلات الحين تابع كل المسلسلات، قبل كان الشباب مسيطرين، الحين كل عمل 7000 بنيه وصبي وصبي على قولك بدر. الناس حسبانهم ان احنا الجمهور يبي كذي، احنا ما قدمنا يعني في مثل قديم او ما ادري من وين طالع الجمهور عاوز كذا، غلط يبا. منو قال لك الجمهور يبي كذي؟ هل بس معلش، هل احنا قدمنا ماده مفيده للمشاهدين والمشاهد رفضها عشان نقول والله ما يبيها؟ الحين لما انتم ما شاء الله برنامجكم شبابي وتستضيفون الشباب وكذا وكذا وكذا، في احد قال لكم برنامجكم والله كذا؟ ما يستمتعون الشباب لما انت تستضيفه وتطلع على الهواء وتبين مشروع وتبين، ما قاعد يستمتعون؟ بلا يسولف عن الموضوع، لان قدمنا ماده مفيده للناس صح. قدمنا شيء راقي، الناس قاعد تتفاعل معانا صح. بس احنا ما قاعد نقدم لهم شيء، فاكيد اللي بيهم شنو؟ هالمسلسلات نايف، هالمسلسلات هل نبلش بالمسلسلات؟ راح نتكلم عن المسلسلات مع نايف البشاري، راح يتكلم ان شاء الله بكل حريه، وراح نساله كلمات خرجت عن السيطره. والله انا شكلي اليوم انا اللي خرجت، نرجع خرجت وايد. شنو مكتب كافيني عند طشي؟ يلا على بنتك شباب وبنات، هدوا بالكم هدوا بالكم، احنا ردينا من عقب الفاصل. وقبل ندش بمسلسلاتنا وكذي انا عندي لك سؤال. طبعا بداية الحلقة انت قلت ان انت كنت كاتب وتكتب الصحف ومن ايام الجامعة تكتب، ويعني بلشتها كاتب بعدين ممثل اتوقع بعدين معد، واخر شيء سمعته منك قبل الفاصل ان انت صرت اسيستنت دايركتور وممثل بالاعلان اللي الاعلان مال ابيات وش اسمه شغله كذي طياره بحكم الخبره، فكون عارف خلاص المجال شنو. زين اوكي، شنو بالضبط اللي تحس نفسك ترتاح له اكثر؟ يعني انت يعني اسيستنت دايركتور، ممثل، معد، كاتب، يعني وايد اشياء، مدير تنميه بشريه، مؤسس مجموعه تطوعيه بعد طلع. يعني اوكي، يعني شنو بالضبط ما تحس ان انت هذا قاعد يشتت اساسا كشخصيه؟ يعني القى نفسي في الكتابه، شخصيه نايف في الكتابه، اكتب روايه، اكتب قصه، والحين قاعد احضر اكتب حق شيء، يعني دار النشر قاعد يزنون علي خلص فان شاء الله بس في وقت. كلمات خرجت انطر خي جاوبني، هو على اساس مره واحده مره لا خي جاوبني، اي مو الخمطه بربع هي. انت اللي قاعد السكته هذه قلت سكت سؤالي انا، عرفت؟ اي يا سلام ما شاء الله شايفيني. فالقى شخصيتي في الكتابه اكثر زين، وايضا في التمثيل. بس التمثيل الشيء اللي يكون مرسوم، يعني اللي يكون احس انه مكتوب حق فلان، هذا هو كذي الشخصيه اللي يعني في كذا ادوار الواحد يحب انه يعديها، ما ابي انه والله يلا المهم اني موجود على الساحه، المهم اني كذا، المهم اني طلعت، المهم اني كذا. فاذا بتشوفين شخصيه نايف في الكتابه يعني مو باقي الاشياء هذه سميها مثل ما تقولين يعني حرف تساعدك وقت ما توهقت في كذا، بطلع لك كم دينار زياده، شغله شغل بزنس. زين طبعا احنا لحظه دقيقه دام قال بزنس برد اسالك سؤال ثاني. يعني الحين الشخص ما ابي اقصدك انت بالضبط، بس لا اقصديني عادي، لا يعني انت الحين قاعد يعني انت الحين مثلا فنفترض انت قلت عشان اطلع واحد يطلع كم دينار زياده، اوكي انت الحين لما صرت اسيستنت دايركتور او مثلا ما صرت معد او مثلا ممثل، هل انت قاعد تجيد هالشغله ولا بس مهنه عشان اطلع منها فلوس؟ لا شوفي، هو في الحين الكل صار يعرف كل شيء، هذه مشكله. انا ما اقولش في المجال يعني من 97 خلينا نقول اني فهمت صح زين، من 97 لغايه اليوم. اول شيء خلي الدورات اللي بعدين الواحد اخذها والشهادات وكذا، بس كخبره يعني انا اشتغلت تقريبا 77 مسلسل زين، 10 مسرحيات كبار اطفال ومسرحيه كبار زين، الناس اللي قاعد اشتغل معاهم الدورات كذا اعداد كذا، فهذا حتما يفرض عليك ان انت قاعد تكتسب مهنه جديده، قاعد تتعلم على شيء جديد زين، مو ان اليوم يلا ها بصير كذا يلا ايه، الكل الحين يبي يصير مذيع، الكل يبي يصير مطرب، الكل يبي يصير ممثل، يعني مصيبه. في بعضهم ما قاعد يجيدون، في ناس حسبانهم يلا بصير مذيع، حسبان المذيع بس اطلع وسولف، ما يدري ان المذيع اول شيء عنده مهارات شخصيه،
قدرة على التركيز، قدرة على الارتجال، مهارات الحوار، يعني في مهارات أساسية لازم يكون مذيع يعني مثقف درجة أولى. بس إن الشكل وخلاص، مو موضوع شكل، في معلومات مغلوطة عند الناس، فأنا ما أخذها